السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب. حياك الله يا خالد. الله يحييك. حياكم الله مشاهدينا. الليلة عندنا حلقة متنوعة وغنية وبنتكلم فيها عن فوز قطر ميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبنستضيف كذلك بطلتنا في الرماية سارة محمد الفائزة بأحد هاتين الميداليتين. طبعا احنا حمد نقول لها ألف مبروك لها وللشعب القطري أيضا ولنا كلنا أيضا وعندنا أيضا أعزائي المشاهدين وقفة صحية تتعلق بأوجاع الظهر وكيفية علاجها وتجنبها، وبيحدثنا عنها أكثر وباستفاضة الدكتور هاشم السيد. نعم يا خالد. بالإضافة إلى ذلك عندنا فقرة فن آداب الحوار وأخلاقياتها، وبنتحدث فيها مع مدرب التنمية البشرية حسين الحبيب. نعم. إذا يعني حمد أتوقع حلقتنا اليوم صحية دسمة وتنمية بشرية، وأيضا فيها إعلان إنجاز. وإنجاز. نعم. جيد. وفي أشياء ثانية راح نعلن عنها إن شاء الله، لكن لازم أهم شيء إنه لازم متابعين يكونوا يتمون معنا إن شاء الله بإذن الله. يعني اليوم ما نبي أحد يطلع من البيت يشوفوا التلفزيون عقب ما في عقب كيفكم عقب على راحتكم. المفاجآت موجودة في الحلقة بالضبط، بس خلي يردون عقب حق برنامج الدوحة. أي لازم هاي عقب الساعة 10 إن شاء الله بإذن الله. إذا نبدأ وياكم حلقتنا بخبر مغادرة طائرة اليوم السبت. طبعا هذه الطائرة تحمل الدفعة الخامسة من الجسر الجوي الذي وجه به سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني لنقل المساعدات لمتضرري السيول والفيضانات في دولة السودان الشقيق. نعم. الدفعة الجديدة يتولى فريق البحث والإنقاذ القطري لخويا نقلها وتوصيلها عبر طائرة خاصة، وتضم مواد إغاثية متنوعة وأغطية وخيام إيواء، ليصل إجمالي المساعدات القطرية إلى 107 أطنان. وسبق وأن أرسل فريق الأخوية 4 دفعات خلال 10 أيام، ضمت الأولى 40 طنًا من مواد الإغاثة، والثانية 25 طنًا، والثالثة شملت 30 طنًا توزعت على طائرتين وشملت مواد مولدات كهربائية. نعم يعني حمد أتوقع هذا الخبر يمكن يكون جدا مهم لنا. نعم. وللمواطنين القطريين. نعم. وأيضا أعتقد أن احنا المفروض أن نتوجه أيضا بالدعاء لهم أن الله سبحانه وتعالى يوقف معهم في محنتهم. طبعا هذه المحنة تكون من عوامل الطبيعة الأم على قولتهم. نعم. نعم. الله يفك عوقهم إن شاء الله تعالى. مشاهدينا، أما الآن فمع موضوع آلام الظهر والتي يعاني منها الكثير من الناس، والناتجة معظمها عن عادات غير صحية يتبعها الشخص في حياته. نعم. هذه العادات بنتحدث عنها باستفاضة أكثر وبنوعي عنها من خلال موضوعنا اليوم. بيكون الحديث باستفاضة عن هذا الموضوع مع الدكتور هاشم السيد، هو استشاري طب الأسرة وبيحدثنا عن آلام الظهر. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور هاشم. لابد أن الموضوع يكون دسم، فمن شري ضربنا بريك وإحنا نتكلم يعني في الموضوع. حياكم الله. حياك الله يا دكتور. يا مرحبا يا دكتور، وحياك الله معنا في استديو برنامج ترحيب. طبعا آلام الظهر أغلب الناس يعاني منها فجأة، حتى لو كان صغير أو كبير. طبعا في البداية ودنا أنك تحدثنا وتحدث مشاهدينا عن آلام الظهر تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. آلام الظهر هي مشكلة شائعة جدا، خصوصا للمرضى اللي يترددون على طبيب الأسرة. نعم. هناك تقريبا 65% من الحالات اللي تتردد على المراكز الصحية يكون مشكلتها آلام الظهر. آلام الظهر هي طبعا نوعين، آلام حادة وهي اللي تجي يعني من يوم إلى تقريبا 6 أسابيع، ونسميها آلام حادة في الظهر. هاي اللي تتم متواصل 6 لا ممكن تكون متقطعة، لكن يعني مدتها من يوم إلى 6 أسابيع. أيوة. إذا زادت المدة عن 3 شهور يصبح الألم مزمن أو آلام الظهر المزمن. نعم. أو المزمنة. الأسباب طبعا هناك عدة أسباب، لكن 70% من الأسباب تكون يسمونها النون سبيسيفيك أو غير معروفة، وعادة يكون شد في عضلات الظهر. نعم. الموجودة على جانبي العمود الفقري. نعم. وهذه أسبابها عادة تكون اللي هي في الجهة العلوية دكتور؟ لا، هي على جانبي الإفقار كامل. أي نعم. أي من تحت. نعم. من تحت لين تقريبا آخر ضلع عندك. أي. وهي المنطقة نسميها آلام الظهر. أي. هذه عادة تكون نتيجة للوضعية الغير مناسبة، إذا كان الشخص مثلا يجلس على الكمبيوتر. نعم. حوالي 8 إلى 10 ساعات ما يتحرك. إذا كان الشخص يعني يشتغل شغل عسكري واقف ما يتحرك، أو كان في حراسة، أو إذا كان يشيل بطريقة خاطئة. صحيح. فهذه تؤدي لهذه المشاكل. دكتور، هو الشيل باستثناء الوزن، يعني ممكن يكون شايل شيء وزن خفيف بس الشيلة غلط؟ لا، لازم يكون فيه ثقل معين. ايه. وعادة هذا الشخص اللي يقوم بالشيل يشيل وهو ظهره منحني، غير ما تكون ركبته منحنية أو منثنية. ايه.
فالخطا يصير لما الشخص يثني ظهره ما يثني ركبته. صحيح. انت لما تبي تحمل لازم تخلي الركبه تنثني وظهرك يكون مستقيم. نعم. في هالحاله ما عندك مشكله حتى لو شليت اي شيء. الشغله الثانيه تقريبا 20% تكون مشاكل في العمود الفقري نفسه، اذا كانت هناك خشونه او كان هناك ضيق في الفقرات اللي يمر منها العصب، او يكون هناك نوع من الروماتيزم. هذا 20 وهناك 70 تقريبا 90 90 باقي 10 باقي 10 عادة تكون أما آلام جاية من منطقة البطن. نعم. إذا كان مشكلة عنده التهاب في البنكرياس أو التهاب مثلا خلينا نقول في المرارة، أو تكون مشاكل مثلا نسائية، تكون عنده مشاكل في الرحم، أو تكون التهابات مزمنة، أو تكون مشاكل في العظم نفسها، إذا كان مثلا لا سمح الله كان هناك في سرطان في العظم. نعم. أو إذا كان هناك التهاب في العظم، ذيك الساعة عادة يكون هذا أحد الأسباب، بس هذا تقريبا أقل من 1%. نعم. بالشكل العام هي آلام ناتجة عن مشاكل في شد عضلات الظهر. نعم. يسموه سبازم بالإنجليزي. نعم. طيب دكتور، شين المشاكل الصحية اللي يترتب عليها مثل هذا النوع من المشاكل؟ هي المشكلة الكواليتي أوف لايف، على قولتهم نوعية الحياة. نعم. الشخص اللي يصاب بأمراض خاصة بالظهر نوعين، إذا كانت آلام حادة وتقريبا أقل من 6 أسابيع عادة يقول لك أنا أتغيب عن العمل، ما أقدر أتحرك، يخسر بعض الأمور الشخصية، لكن إذا انتقل الألم من ألم حاد إلى ألم مزمن، ذيك الساعة عاد هناك الفحوصات، هناك التردد على الأطباء. صحيح. هناك الاستخدام للأدوية. نعم. هناك استخدام لبعض العلاجات المفيدة وغير المفيدة، فيدخل في موال لا لها أول ولا لها آخر. صحيح. لكن بشكل عام هي معظم الأشياء تكون عادة للشد في عضلات الظهر. نعم. فاللي هو الجزء السفلي اللي هم الفقار لين أول ضلع. بالضبط. طيب. نعم. دكتور، الظهر يشمل المنطقة هذه ولا يشمل بعد اللي هو اللي احنا نسميه صحن الكتف والرقبة؟ قد يكون، لكن احنا لما نقول آلام الظهر السفلى او السفلية نجي عند اخر ضلع. ايه؟ لين تقريبا مستوى الحوض. ايه؟ هاي المنطقة ذي كلها هي اللي تتركز فيها 90 او 95% من مشاكل الظهر. لكن الجزء العلوي اللي هو الكتف اللي وراء الكتف هذه اللي هي العصبة دائما. نعم. اغلب اللي يحسون بها هذه عادة تكون فيها نوع من خلينا نقول الثقافة اللي. نعم. تكون عادة الشخص يقول لك والله أنا عندي عصبة تعالوا همزوني أو تعالوا سووا لي هالحركة. عادة يكون نوع من التكيس أو التجويف اللي داخله نوع من السائل الهلامي. ينطلق من منطقة إلى منطقة تحت العضلات. نعم. وإذا انطلق من منطقة إلى منطقة ثانية وتحتها نوع من الأعصاب قد يحس بالوجع. فأنت كلما تسوي لما تدلك الشخص تنقلها من مكانها إلى مكان ثاني، فيحس الشخص أنه والله أنه ارتحت. نعم. بس ما راحت موجود نفس مكان يعني ثاني. هي مش عبارة عن عضلة يا دكتور من كمشة. لا. أو صايدها برد. لا، العضلات إذا انكمشت أو صادها برد وهذا اللي نسميه السبازم الانكماش، هذه عادة في أسفل الظهر، وتكون بعدين لما يزيد الوجع ينتقل إلى أعلى الظهر وحتى للرقبة وحتى للكتفين، فتشوفها يمشي مثل متشنج مو قادر يلف كامل جسمه. نعم. فهني لازم الواحد يعني يبادر إلى طبيب الأسرة في أول حدوث لهذه المشكلة. قد يكون في البداية يذهب إلى مثلا يأخذ نوع من الباراسيتامول أو البنادول أو هذه، ولكن إذا استمر الموضوع أكثر من 6 أسابيع لازم أن يروح ويراجع طبيب الأسرة. طبيب الأسرة. إذن يعني بالأول بالأخير دكتور، the sooner the better. يعني في البداية أحسن تروح حق الدكتور وتخليه هو يشوف الحالة ويقيمها من نفسه. يعتمد مثلا، لكن أنا أقول لك في البداية لا، البداية أنت حاول مثلا تأخذ مسكنات طبيعية، حاول أنك تأخذ أشياء مثل ما نقول كمادات دافية على الظهر. نعم. كمادات الباردة ما تجيب نتيجة. يسوونها الشيبا والعجائز الفكس، حط لك فكس ومرخة. هذه عطى من اجتهادات. نحن نقول أدوية إيحائية. نعم. غير ثابتة علميا. نعم. في بعض البخاخات اللي تزيد حرارة العضلات. أيه. قد يحس الشخص بارتياح. يستخدمها الرياضيين دائما. بالضبط. هذه فيها نوع من المخدر اللي يخدر العضلة. والمشكلة. نعم. إذا جاء الرياضي وأصيب بآلام في الظهر ورشوا له أثناء اللعب يتخدر ويقوم يزود المشكلة بحيث أنه يزود الإصابة. يبذل جهد أكثر. ومن تبرد العضلة يحس بالمشاكل. نعم. فإحنا ننصح في البداية أخذ المسكنات. في شيء يسمونه السحة والملحة، ما الأول ما أدري إذا تعرفون ولا لا. أنا ما أعرف. أي عندك زيت الزيتون، عندك الكركم. نعم. عندك التمر، و تحطهم في مقلاة وتسخنهم. نعم. وتسوي مثل العجينة. أي. وبعدين تحطها على الظهر. نعم. وتلفها بغترة حمراء وتنام بدون مكيف. نعم. شو اللي يسوي هذا؟ هذا يخلي الحرارة تجي للمنطقة للعضلات فتريح. في نفس الوقت الكركم هو علاج
يفيد في مسألة أخذ والملح كذلك. قبل ما أنسى الكركم مع الملح يسحبون السوائل من العضلة المتشنجة فترتخي. والتمر يحافظ على حرارة الموضع هذا. فهي يعني ناجحة وفعالة خصوصا بهاتنا الأولية كانوا يسوون هالشيء خصوصا إذا طحت أنت أو رضيت وطحت من على مرتفع أو هكذا. العلاج البديل هي عبارة عن وش إحنا كذا بيسوون. الحين لازم نعيدها مرة ثانية. الحين بيسوون يقولون الصحة والملح أول شيء. عندك الملح زيت الزيتون والكركم والتمر. أوكي. وتدفيها يعني تقليها في مقلاة بس مو تحرق نفسك. أول شيء تخلط. تخلطهم مع بعض وتشيل الطعام طبعا تشيل الطعام ايه وتسوي لك عجينه وتسخن في 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 مقلاه نعم ايه وتفرشها على الظهر نعم وممكن تسويها 3-4 مرات على كل يوم مره مثلا وتنام بس ما يكون المكيف شغال لان اذا المكيف اشتغل معناته انت راح تتشنج والعضله تتشنج بزياده صحيح فلازم يكون هناك نوع من الارتخاء للعضله عشان نعم الوجع يفج نعم اذا كانت المشكله لا مزمنه اذا ما راحت هالكلام اذا اذا ما راحت بعد مثلا شهر تقريبا انت راجع طبيب الاسره وما راحت المشكله هذه هني عاد هو يقوم بعده فحوصات قد يكون بفحص عمل مثل ما نقول اشعه اذا كنت انت مثلا شخص فوق ال50 اذا كانت عندك حراره نعم اذا كان عندك مثلا استخدام للكورتيزونات من زمان دكتور حراره في الجسم كامل ولا في في مكان لا في في الجسم كامل مرتفع حرارتك ايه. عندك مثلا استخدام للكورتيزونات لمده شهر او شهرين او اكثر نعم. عندك نقص في المناعه كانت هناك بعض التغييرات في جسمك قد يشك الدكتور في بعض المشاكل اللي الصحية اللي أنت ممكن تعاني منها هنا يعمل لك فحوصات دم ويعمل لك فحوصات أشعة وقد يطلب منك الرنين المغناطيسي فكله يعتمد على التاريخ المرضي وش قد صار لها شكوتك صحيح. هل هي شكوى تروح وتجي ولا هي مستمرة إذا كانت عندك مثلا آلام في الليل وانت مستلقي هذه مشكلة نعم. إذا كان عمرك فوق ال50 ذي مشكلة لا ممكن نعم. يكون عندك أنت نوع من الهشاشة في العظام يكون عندك كسر في واحدة الفقرات وأنت ما تدري خصوصا نعم. النساء ايه. ففي هالحالة ننصح منه يراجعون طبيب الأسرة نعم. تفضل تسرها لا والله أنا ودي أسأل سؤال تفضل عقب عندك يلا زين أنا سألتي واجد ما توقف الله يعطيك العافية طبعا دكتور يعني على ذكر مثل ما تفضلت أن الواحد يمكن يكون مستلقي في وضعية معينة أو ممكن يكون واقف حتى ممكن هذا يأثر على ظهره إحنا عندنا مجهزين تقرير نبي نشوفه وياك ونأخذ منك بعد التعليق طبعا أعزائي المشاهدين من أجل مزيد من التوعية جهزنا لكم تقرير يعرض لكم بعض الأشياء المختصة بآلام الظهر خلونا نشوفها وياكم ونرجع نكمل حديثنا مع الدكتور طريقة الجلوس الخاطئة تؤدي إلى آلام كثيرة وإصابات الإنسان في غنى عنها منها إصابات الظهر أو الرقبة أو آلام الرسق قد يصير عنده مثلاً مثل ما قلنا عنده يصير عنده انحناء في الظهر يصير عنده سكوليوسيز يصير عنده آلام مزمنة في اليدين يصير عنده إصابات مثلاً آلام في الركبة يصير عنده آلام كثيرة هو في غنى عنها أيضاً مثل الآلام في الرقبة هذه الآلام أحياناً أنت يعني أنت تستطيع أن تتجنبها ولذلك الأفضل أن تجلس بالشكل الصحيح حتى تتجنب هذه الإصابات في عملك يعني يجب أن يتأكد الإنسان عندما يجلس على الكرسي يكون جالس بشكل صحيح يتأكد من أن الكرسي الموجود adjustable ممكن أن يودي على فوق وينزل على تحت بحيث أنه يكون مناسب للرجلين يتأكد من أن الكوع يكون موجود على مستوى الطاولة أو أعلى من الطاولة قليلاً يتأكد أيضاً من أن رجله تكون موجودة على الأرض ملامس الأرض تلامس تام يتأكد أيضاً من وجود ظهره بشكل مريح على ظهر الكرسي تركيبة الجسم كاملة وأنت جالس على الكرسي تكون 90 درجة من الظهر إلى الفخذ 90 درجة من الفخذ إلى الركبة حتى تنزل الرجلين إلى الأرض فهناك ما يسمى بكراسي خاصة بالرجلين يضعها تحت رجله حتى يتأكد أن رجله مستوية تماماً على الأرض طبعاً الآي ليفل لازم يكون على مستوى تكون الشاشة على مستوى نظر العين لأن إذا الشاشة كانت عالية مثلاً فأنت تضطر أنك ترفع رأسك إلى فوق وهذا بيأثر على الرقبة أو تنزل رأسك تحت وهذا أيضاً سيأثر على الرقبة
ولذلك مهم أنك تكون تنظر إلى أن الشاشة قريبة منك، وأيضا يكون سطوع الضوء في الشاشة ما يكون قوي جدا، تحاول تتحكم في الإضاءة تبع الشاشة عشان ما تجهد العينين بكثرة الانعكاس الضوء عليها. لابد أن كل بين ساعة أو ساعتين الإنسان هذا لازم يأخذ راحة نفسية، ومن خلال هذه الراحة يحاول أيضا يعمل بعض التمرينات المفيدة اللي تساعد على استمرارية مرونة الجسم والمفاصل بحيث أن تمنع هذه الإصابات. في تمارين لليدين للرزق، هذه التمارين يقوم بها طبعا لمدة 5 دقائق أو أقل من ذلك، يأخذ نفس 5 مرات ثم يغير التمرين. في تمارين خاصة للرقبة أيضا بحيث أن تأخذ راحة اليد، تضعها على جانب الرأس من اليسار، اليد اليسار مع جانب الرأس من اليمين، تعمل شد بسيط، أيضا تتنفس 5 دقائق. نفس الشيء بالنسبة لليمين، هناك بالنسبة للكتف يعني تشبك اليدين مع بعض، تضعهم وراء ظهرك، ثم تأخذ نفس 5 دقائق، كل دقيقة نفس. بعد ذلك تبدأ في مثلا بالنسبة للظهر، تقف وتعمل انحناء لليمين وتأخذ أيضا نفس حوالي 5 مرات نفس، وأيضا لليسار بنفس الطريقة. إن شاء الله مع هذه التمارين الإنسان يصبح أقل عرضة لهذه الأمراض والإصابات. رجعنا لكم مشاهدينا، وشفنا سويا التقرير اللي هو يتحدث تحديدا عن طريقة الجلوس وتأثيرها على الظهر على المدى الطويل، وما هي النصائح التي يعني تحب أن تضيفها لكم كمشاهدين أو تؤكد عليها فيما يتعلق بطريقة الجلوس وتأثيراتها على الإنسان. نعم، يعني اتوقع حمد موضوعنا اليوم جدا شيق، نرجع معك يا دكتور وتحديدا طبعا عن هذا الموضوع نبي نتكلم اكثر، وخصوصا يعني نتكلم شوي احنا غصبا عنا، يعني اليوم نجلس ساعات طويله في الدوام يجبرنا مثلا الوضع معين نكون جالسين بهالوضعيه، ولا مثلا مثل ما تفضلت الحراسات يوقفون في وضعيه مستمره، فودنا لو تعطينا نصايح عامه او شلون تفادى مثل هذه المشاكل. بشكل عام هي الجلسه اكثر من 45 دقيقه ضاره. نعم، إذا اضطريت مثلا تقعد 6-7 ساعات لازم كل 45 دقيقة إلى ساعة تتحرك لمدة 5 دقائق. الهدف منها شنو؟ أنك لما تتحرك تريح العضلات اللي صار فيها شد، وتخلي الدم يجي ليها وتريحها، وكذلك تستخدم عضلات أخرى لم تستخدم، وتعطي جسمك نوع من الراحة. حاول تتحرك من تحت إلى فوق، من فوق إلى تحت، حاول تروح عند ربعك تسولف، اي شيء انت سويته بيصير عندك نوع من الاسترخاء في الظهر. حتى في السفر دكتور، بالضبط حتى وانت في الطياره حاول انك تتمشى. لان المشكله تصير وين؟ انت لما تقعد وضعيه خاصه يصير عندك شد، لابد من ذلك، خصوصا بعد ساعه او ساعتين. بعض الناس يقول لك انا ما اتذكر اني شليت شيء ثقيل. وهي هذه الحقيقه، انك انت قاعد وعامل شد وعامل سترين وعامل ضغط على عضلات الظهر اللي جسمك ما متعود. فهي النصيحه انك انت تتمشى. عاده الجمعيه الامريكيه لمرضى العظام او امراض العظام عندهم نصيحه انه 20 الى 30 دقيقه يوميا مشي او تمارين سويديه. تقريركم بين شغله مهمه اللي هي وضعيه الجلوس، عمل استرتشات. انت لما تعمل استرتش شو تسوي؟ ترخي العضله كذلك. صحيح. وتجيب عضلات أخرى في الموضوع، وتعطي جسمك تشانس أنه يريح. الكرسي له دور، السرير كذلك له دور، ولكن الدراسات العلمية ما أثبتت أنه السرير له دور يعني فعال 100%. يعني إذا أنا انتقلت من سرير ناعم إلى سرير خشن أو سرير طبي أنه راحت المشاكل، لا، هي لها علاقة بعملك أنت، بطريقة جلوسك، مش قد تقعد مش قد تقوم وتجلس، تتحرك أو ما تتحرك. الوزن بعد يلعب دور، وزن الأشياء المهمة، خصوصا إذا عند النساء. نعم. عادة اللي يكون عندهم هشاشة بالعظام ننصحهم أنهم يقللون 5 إلى 10% من الوزن الزايد. نعم. ويحس الشخص براحة، خصوصا اللي عندهم عرق النساء. نعم. لو تلاحظ مثلا كثير من المرضى تعطيه مسكنات، حتى ممكن يأخذ أبر، يأخذ فيتامينات، يأخذ أدوية كورتيزون، ممكن بعضهم
ينتقل إلى بعض العيادات المتخصصة في الألم، ولكن كل هذا ما يفيد ما دام الوزن زايد. صحيح. لازم الوزن يقل، لما يقل الوزن يعني ميكانيكيا يقل الضغط على العصب اللي طالع من الظهر واللي يسبب عرج النسا. وبهالشيء أنا أقول كذلك، إذا صار عرق النسا عند شخص في الجانبين في الرجلين لازم يراجع الطبيب أسرع وقت. هاي مشكلة في الرجلين دكتور. في الرجلين نعم يراجع بأسرع وقت. اثنين، إذا كان هناك نوع من الخدران في أسفل الظهر وملتف حول البطن يراجع الطبيب بأسرع وقت. هذه عدد إشارات يعني مثل ما تقول مهمة. كذلك إذا صار عنده صعوبة في التبول أو عنده عدم تحكم في التبرز هذا كذلك يجب أن يراجع الطبيب بأسرع وقت. كذلك إذا صار هناك عنده نوع من الخدران والضعف في العضلات وقام يزيد يوم عن يوم أو أسبوع ورا أسبوع كذلك يراجع الطبيب الأسرة بأسرع وقت. ففي أشياء ممكن أنا أنتظرها وفي ما أشياء ما أقدر أنتظرها. صحيح. فإذا جاءت العلامات اللي ذكرتها الحين لازم يراجع طبيب الأسرة بأسرع وقت. طيب دكتور يعني إحنا المفروض إحنا ما ننتظر لين تجي الآلام، على الأقل أقدر أسوي لي شيء اللي هو أمارس رياضة أقل حاجة، وقاية. بالضبط. بالضبط. أشترك في مكان سباحة. هنا في وقاية وفي علاج. نعم. الوقاية خير من العلاج. إذا الشخص ضمن لنفسه إحنا يمشي كل يوم نص ساعة. حتى لو ما جمعها كلها مع بعض، لو مشى خمس دقائق كل ساعة مشى لها خمس دقائق، جمعهم في النهاية توصل إلى نص ساعة. نعم. عمرك ما تشتكي من ألم الظهر. هذه كوقاية. أقل الرياضات المشي. المشي، السباحة أفضل شيء. التمارين السويدية ممتازة، رفع الأثقال فيها إشكالية خصوصاً مع الرفع الخاطئ. نعم. وهني إحنا نشدد على الشباب اللي. اللي يرفعون الأثقال يرفعون ويعد الجسم أبغى. أيوة هاي بلا موضوع بلا حلقة ثانية. حلقة بروحها هذه دكتور. بالنسبة لي العلاج الرياضة مهمة، لكن بعض التمارين اللي موجودة في الإنترنت الآن تشوفها عن وضعية التمرين، مثلا على سبيل المثال ينبطح الشخص على ظهره ويرفع ساقه وينزلها لمدة خمس ثواني وينزلها، أو يكون يسند ظهره على الحائط ويرتفع وينزل. هذه ما أثبتت جدواها للأسف الشديد من خلال الأبحاث العلمية الرصينة، ولكن بشكل شخصي قد الشخص يستفيد منها يرتاح لها. نعم. فأنت لازم تشرح للمريض أن مرضك مدته من كذا لكذا، تستفيد من انقاص الوزن، من الجلسات الصحيحة، من الرياضة، من بعض التمارين، ومن أخذ بعض الأدوية. صحيح. فإذا عرف الشخص كل هالأمور هذه عتن يتقبل مرضه. ولكن في فئة موجودة من الناس قد يستمر معها آلام الظهر لسنين. هذه عاد لها علاقة بأمراضه نفس اللي هو يعاني منها. وكذلك لها علاقة بنفسيته إذا كان داش في كآبة. وفي بعض البلدان له علاقة في رفع القضايا. الحمد لله في دولتنا حبيبة قطر ما هو موجود هالشيء. شلون الحمد لله رب العالمين. يعني يجيك واحد يقولك والله أنا طحت وزلقت في المكان الفلاني برفع قضية. نعم. فيقولون أن أحد الأسباب اللي تطول مشاكل الظهر أنه يكون عنده تقول سبب ثانوي. نعم. يبي يحصل شيء من وراء ألم ظهره كتعويض معين. بالضبط. نعم. دكتور ودي منك لو في دقيقة يعني في عجالة نعطي نصايح مهمة للوقاية من مثل هذه الأمراض واللي يمكن تفاديها، لأن اللي احنا استشفينا من خلال كلام كنا في مجملها أن أنماط الحياة الخاطئة هي اللي تسبب مثل هذه التعقيدات. بشكل عام الرياضة. نعم. بشكل يومي لا تقل عن نصف ساعة. والله أنا زين الرياضة يا دكتور. أي. اثنين، طريقة الحمل لازم تكون صحيحة. ثلاثة، عدم الجلوس متسمرا أمام الكمبيوتر، وعادة معظم أشغالنا كمبيوترية الآن أكثر من 45 دقيقة. أربعة، إذا جاتك آلام الظهر حاول أن تحط كمادات ماء دافية وتأخذ بعض المسكنات. إذا ما فات بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أسبوعين تراجع طبيب الأسرة، خصوصا إذا كان عمرك فوق 50 سنة أو كنت عندك أمراض مزمنة. نعم دكتور. طيب في مسألة الأكل بعجالة، الحليب أو الكوليسترول يؤثر أو يفيد؟ أبداً ما له علاقة، ما له علاقة إلا إذا من ناحية الكالسيوم والفيتامين دال. نعم. كثير من الناس في الدول الأوروبية فيتامين دال موجود في الحليب، لكن في الدول العربية غير موجود. عشان كذا نحن ننصح أن الأشخاص شمس. يفحصون. نعم. ويستلقون في الشمس من ربع ساعة إلى 20 دقيقة يومياً. بس مو في الشمس الحارقة. نعم. وإذا ما استطاع يأخذ كبسولات فيتامين دال. نعم. يعني يتأكد من النسبة، لأن فيتامين دال في النهاية بيأثر على كثافة العظم. نعم. وممكن يسبب له نقص فيتامين دال يسبب له آلام في الظهر. نعم.
شكرا لوجودك معنا دكتور. الدكتور هاشم السيد استشاري طب الأسرة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر معك والحديث مستمر إن شاء الله. أنا محمد معك إن شاء الله. حياكم إن شاء الله. شكرا يا دكتور، فيك إن شاء الله. طبعا مشاهدينا قبل أن ننتقل إلى الفقرة القادمة، نصيحة: لا تخلون طبيب الأسرة، تقدرون تروحون وتسألون دكتور طبيب الأسرة على أساس يفيدكم. نعم. على علشان تفادي من ثم الطب البديل. نعم. نعم. مثل هالأمراض. مزيد من التقارير والضيوف في بقية فقراتنا الليلة، خلكم معنا مشاهدينا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. طبعاً الحفاظ على الصحة وعلى الجهاز التنفسي والدورة الدموية، بالإضافة إلى الحصول على قدر كبير من الاسترخاء والسكون، يمكن أن نجد كل هذا في مكان واحد. نعم، في أول كهف للأملاح الطبيعية في قطر، والذي سبق وأن صورته كاميرا قناة الريان. خلونا نشوف معكم مشاهدين هذا الكهف ونرجع نكمل حلقتنا. تجربة جديدة وفريدة من نوعها يشهدها محبو الاسترخاء العلاجي في أول كهف للأملاح الطبيعية في قطر والعالم العربي، بالتعاون مع شركة سولت سبا العالمية. جلسات استرخاء وعلاج للجهاز التنفسي تتم في أحضان هذا الكهف الذي تم بناؤه بكميات ضخمة من الأملاح الطبيعية من كهوف الأرض، مشكلاً بذلك وسيلة استرخائية ومفيدة في الوقت عينه لتنقية الجهاز التنفسي من الشوائب والمساعدة على تنشيط الدورة الدموية للجسم. في مناخ طبيعي ملائم خصوصاً لمن يشكو من الربو والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز التنفسي، في درجة حرارة طبيعية وعلى مسمع الموسيقى الهادئة. لمدة 30 دقيقة يضخ الملح الطبيعي داخل الغرف عبر جهاز متخصص ليستنشقه الجسم، ويبدأ بعملية تنظيف مجاري الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى فوائد الملح المعروفة. يشكل هذا الكهف الفريد نقطة علاجية مهمة جداً للمدخنين. وسط حياة يومية حافلة بضغوطات العمل والتعب الذهني والجسدي، يبقى كهف الأملاح الطبيعية متنفساً علاجياً ومساحة طبيعية تنشر الراحة والاسترخاء. رجعنا لكم مشاهدينا ومتواصلين معكم في فقرات إضافية وضيوف معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، بنوصل معكم إلى الخبر المشرف عن عودة بعثة المنتخب القطري للرماية والقوس والسهم فجر أمس الجمعة إلى أرض الوطن، محملة بميداليتين فضيتين ظفرت بهما خلال مشاركتها في منافسات السكيت ضمن بطولة الألعاب الآسيوية الثانية للشباب والتي أقيمت في الصين. وللمزيد من هذه التفاصيل وتحديدا عن هذا الإنجاز الرياضي الجديد لقطر، نتشرف باستضافة بطلتنا سارة محمد التي أحرزت ميدالية فضية بدورة الألعاب الآسيوية في الصين. في البداية سارة ألف مبروك وما قصرت على الإنجاز. الله يبارك فيك. يا مرحبا وسهلا فيك سارة. سارة، ودنا تحدثين عن شعورك بهذا الفوز والإنجاز الكبير اللي حققتي. طبعا أكيد أكيد أنا سعيدة باللي وصلت له. صدقًا أنا ما كنت متوقعة من البداية إن إحنا نوصل، غيرنا في الصين توقعتنا على الصين إنه صعب وكذي. الحمد لله أخذت الفضية، رفعنا اسم قطر. الحمد لله. كنا نبي من البداية يعني. الحمد لله. طبعا كنت تتوقعين أن توصلين لمنصات التتويج؟ بصراحة لا، أكيد
يعني كنا نتمنى أبي أوصل حق منصات التتويج، أبي أتوج، نبي نوصل حق هالمستوى من البطولات وأن أتوج على آسيا. يعني كنا نبي أكيد، بس إنه كل ما قرب من الفاينل كل ما قلنا إنه لا صعب. حس إنه في صعوبة بالخوف. طيب الأجواء شلون كانت الأجواء بالنسبة لك؟ قلت لك هو في البداية كان سهل، يعني كنا نحس إن نقدر نوصل، يعني بس شفت كل ما نوصل حق إنه بيقولون النتائج، كل ما نقرب حق النهاية ايوه بالضبط نحس إنه صعب يعني. بس الحمد لله وصلنا. طيب سارة، يعني احنا ودنا نعرف هذا الإنجاز اللي أنت حققتيه في البداية، كونك أول عربية تحققين مثل هذا الإنجاز، في الأول في الأخير هذا شرف لنا كمواطنين قطريين، وأيضا شرف انضم لدولة قطر عندنا مثل هذه يعني الإنجازات العظيمة. لكن أكيد هناك في طقوس معينة أنت تقومين بها عشان تحققين مثل هذا الإنجاز، سواء إنه تدريب ولا شيء معين تسوينه قبل تروحين، فشلون حققتي مثل هذا النصر؟ هو طبعا هاي فخر لي، فخر حق أن وصلنا حق هالمركز، رفعنا اسم قطر مثل ما قلت لك. هو هالطقوس وهاي كلها نتمرن مثل أي بطولة عادية، حق أي بطولة عادية، بس يعني مثل نتمرن أكثر عشان إحنا نثق إن ممكن إحنا نوصل، عشان نعود نفسنا ما نخاف، نلعب كأي تدريب عادي عشان نقدر نوصل. بس هاي اللي كنا نسوي يعني. يعني سارة، يعني أنا ودي أسألك سؤال شوي خارج الموضوع. أحمد يحب دبل تراب، وشو تقول دبل تراب صح؟ إيه دبل تراب. إيه دبل تراب، أنا السكيت. أنا بسألك سؤال، شنو هي أصعب محطة عندك؟ أصعب محطة هو وقت البطولة كله صعب. نعم. وقت البطولة كله صعب، كله يبي له تركيز، كله لازم. نعم. أما في التمارين تشوف هو أربعة ستيشن، أربعة ستيشن، أربعة هو طبعا ستيشن أربعة مثل ما ذكرت، يعني من أصعب ستيشنات. السؤال عندك أحمد، انت اول شيء انت الحين مشاركه في الاسكيت. ايوه. طبعا الوصول للدبل تراب اصعب ولا لازم اول شيء امر على السكيت عشان اوصل للدبل تراب؟ لا ولا مختلفه كذا؟ مختلف تماما. انا سكيت تكنيك اللعب غير، طريقه اللعبه غير، هو بس ان احنا شوزن متفرعين. نعم. سكيت دراب تراب ودبل تراب. دبل تراب. نعم. سارة، أكيد يعني المدربين بذلوا جهود كبيرة معاكم عشان توصلون لمثل هذا الإنجاز، فشن هي الأشياء والتكتيكات والتكنيكات اللي أعطوكم إياها المدربين عشان تحققين مثل هذا النوع؟ هو كفاية كان إصرار المدرب إن إحنا نوصل حق على المراكز، إن إحنا نكون من أحسن الرماة عشان نقدر نمثل يعني قطر، قبل نمثل نفسنا بطريقة زينة نقدر نوصل حق على المراكز. فهو اهتمام النادي، اهتمام المدربين، حرصهم على ان نكون يعني مدربين باحسن، تقدر تقول يعني نكون جاهزين حق اي بطوله. نعم. فهاي كان حرصهم اللي خلينا اعطينا الدافع يعني ان نرمي نيب نوصل حق على المراكز كذي. صحيح. انا بغيت تحدثينا احنا والمشاهدين عن روح المنافسه داخل الفريق. الحين انت وصلتي الى قبل اللي هو المراحل النهائيه، طبعا حققت المركز الثاني والحمد لله، يعني الطموح كان المركز الاول، لكن الاجواء من المدرب، من الزملاء اللي معاش، الاهل حتى وهم يعرفون بالاخبار، شلون كانت الاجواء وانهم يحمسونك؟ تحسين فيها مسؤوليه زايده ولا لا كان يحمسونك ان انت توصلين للمركز الاول؟ هو كل ما تقرب من الفاينل وتحس انك انت ممكن توصل المسؤوليه تزيد. شفت لي انت، هو مثل ما قلت الطموح كانت على الذهبية. نعم. يعني كنا نقدر نصل حق الذهبية، بس يعني الحمد لله رسينا على الفضية. كانت بعيدة ذهبية ولا لا؟ هو فرق بيني وبينها طبق واحد على آخر شيء. يلا إن شاء الله نقول إن السنة الجاية، هذا وعد منك إن تحققين لنا الذهبية إن شاء الله. البطولة الجاية متى السنة الجاية؟ ما أدري والله، بس أنا أقول إن شاء الله إذا كانت السنة الجاية لازم تجيب لنا الذهبية. حطيت البطولة من عندك يا خالد. ما أدري يا أخي، أنا بفوز هالقطر لازم يفوزون. البطولة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. نعم عندك خالد. نعم، أنا ودي أسأل، يعني سبحان الله أنت تعيدين لي الذكريات يوم كنت أروح حق السكيت، وحمد لازم يودينا هناك راوينا التراب إن شاء الله، بس ودي أسأل أنا ودي أسأل يعني إن شاء الله نشوف الفترة القادمة أكيد فيها مسؤولية كبيرة، فشن هي خططك المستقبلية عشان تحافظين على مثل هذا الرذم والإنجاز؟ أنا عن نفسي هي خططي إن شاء الله الجاية أن أواصل تمرين، وأن هالبطولة ما بيأخذها أنه خلاص، يعني هي ممكن تكون البداية عشان نوصل يعني حق البطولات اللي على نفس المستوى ومستوى أعلى إن شاء الله، نقدر بدل المركز الثاني ناخذ الأول إن شاء الله. إن شاء الله. فبس نبي نواظب على التمرين، وطبعا من هالناحية أكيد اتحادنا كإدارة كمدربين كرماة كلنا نشجع بعض، يعني هم مقصرين معنا في شيء من ناحية المعسكرات، من ناحية التمرين، أوقات التمرين موفرين لنا كل شيء عشان إحنا إن شاء الله نقدر نوصل إن شاء الله بإذن الله. طيب شو المطلوب منهم على أساس المرحلة القادمة؟ هو مطلوب منهم، هم دائما موفرين لنا، فما مقصر من أي ناحية.
هو بس تشجيعهم اهتمامهم يعني هاي هو اللي يخلينا نوصل، هو اللي يعطينا دافع ان احنا نوصل ان احنا ننجز ان احنا شيء اكيد انه اهتمام اتحاد الرمايه بتوفير المدربين، توفير الاجواء المناسبه بعد جو اللي هو التدريب المعسكرات كلها هي اللي دفعت وحققت اللي هو الميداليه الفضيه اللي انت حققتيها انت ولا اعتقد المنصوري البطل خالد المنصوري. خالد المنصوري اي والله يستاهلون وما قصروا. طبعا احنا نطلب منكم الذهبيه ان شاء الله انت وخالد المنصوري وابطالنا اللي كلهم مشاركين. طبعا ما ننسى بطلنا في الوثب العالي اللي شارك في بطوله العاب القوى في موسكو اللي هو معتز برشم حقق بعد الميداليه الفضيه. ان شاء الله واحد فيكم ان شاء الله يكسر الرتم ويدخل في الميداليات الذهبيه ان شاء الله تعالى. ساره انا ودي اسالك الحين كم يحتاج مثلا الشخص او الانسان الرياضي عشان يحقق مثل هذا الفوز، يعني خصوصا في السكيت، يعني كم ساعه من التدريب يحتاج يوميا عشان يجيب مثل هذا الانجاز؟ كل واحد على قدراته، يعني انا ممكن اكون غير عن اي رامي ثاني. هو انا الحين تمريني اخذ حوالي 3 ساعات ونص إلى 3 ساعات ثلاث مرات في الاسبوع. اوكي يعني ماشيين على هالرتم والحمد لله نقدر يعني تحتاجين اكثر؟ لا هو شيء اوكي يعني كل ما كان اكثر كل ما احنا وثقنا في نفسنا تقول اكثر. هو قبل البطوله اللي شوي يزيد التمرين عشان نتاكد يعني ان احنا من كل النواحي اوكي. طيب ساره الحين من 3 ساعات إلى 2 ساعات تقولين، طيب من كم لو نرجع ورا يعني تعتقدين المعسكر يكون مثلا من شهر او من شهرين او من 3 شهور قبل اي بطوله؟ هو يكون افضل عشان نتعود على جو البطوله عشان نكون مستعدين احسن. حتى انت تعودين على البندق نفسه البندق متعودين عليه عشان نكون متعودين على الميادين الخلفيه ساعات تختلف صحيح. فهاي اللي نكون احنا نحتاج معسكرات عشان نكون متعودين على هالاجواء. ساره ساعات تكون في اشكاليه عند رمي السكيت خصوصا يعني اذا كان الجو يا ممطر او الرياح تكون شديده خصوصا مباريات السكيت تصير برا حتى في الحر. أيوة. فحتى في الحر لكن تكون اشكاليه ساعات في رمي الطبق وهو طاير خصوصا السكيت يحتاج تعطين مثلا مسافه متر اذا انت كنت في المنطقه او الستيشن الرابع ما ادري اذا اذكر ولا لا. أيوة. فهل هذا ياثر عليك خصوصا كنت تروحين في هالدول وتشاركين هالمشاركات؟ هو ياثر انه غير مسار الطبق يعني تحتاج تكون مركز اكثر يكون بالك في الطبق اكثر. نعم. كنت تتذكر كلام المدرب. نعم. تكون واثق انك انت بتوصل يعني ما تكون حاط في بالك شيء انك انت تجيب الطبق يعني بينك وبين الطبق يكون بس. نعم صحيح. انا اذكر كنت اتابع مشاركه بطلنا القطري ناصر العطيه العام في اولمبياد لندن واذكر انه كان يقول لازم يكون التركيز عالي جدا صح لان كل ما زاد الهواء كل ما كان تركيز الهواء ممكن يغير صح. بعدين الطقس كنا عارفين يوم في اولمبياد لندن العام كان الهواء يعني يغير مسارات الطبق لكن الحمد لله يعني فاز وحقق الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن. طبعا اي والله يستاهل طموحك القادم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله هي بتكون بداية ان شاء الله يعني نقدر نوصل حق مراكز اعلى ميداليات ان شاء الله بتكون ذهبية المرة الجاية بطولات اعلى نحاول تكون هاي بداية وان نمشي على هالاساس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. سارة انا ودي منك كلمة توجهينها للجمهور والمتابعين اللي يشوفون شلون متاكد الحين رفيجاتك يمكن يتابعونك والفريق بالكامل واهلها وكل الناس اللي يعزون عليك فوجهي لهم رساله ان انت تتوجهين لهم برساله اما انت توصلين لهم رساله ايجابيه ولا فيها وعود ان شاء الله واحده من الثنتين فيها وعود. وطبعا اوجه الشكر حق كل اللي كانوا معاي هم شجعوني هم كانوا معاي يعني خطوه بخطوه من ناحيه الاداره ومن هالي اكيد وربعي كلهم كانوا معاي. الله يخليهم ان شاء الله. ان شاء الله. فهو ان شاء الله الوعد ان نوصل حق مراكز اعلى في بطولات إن اكبر ان شاء الله. ان شاء الله خير. ان شاء الله باذن الله. الله يوفقك ان شاء الله. إن شاء الله. طبعا كانت معنا مشاهدينا بطلة قطر سارة محمد اللي هي بطلة الرماية وحققت المركز مش المركز اللي هو الميدالية الفضية في بطولة الألعاب في الصين لفئة الشباب. ألف مبروك. ألف مبروك. وما قصرتي يا سارة يعطيك الصحة والعافية كنتي معنا ضيفة خفيفة في برنامج ترحيب. نتمنى لك المزيد من التوفيق إن شاء الله ونشوفك في مسابقات إن شاء الله وتجيبين فيها وتحرزين فيها الميدالية الذهبية أنت والفريق الثاني اللي معاكم إن شاء الله وفريقكم عفوا إن شاء الله. إن شاء الله ترى احنا ننتظركم بالذهب إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى أعطانا العمر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله مشاهدينا نبقى في مع الرياضة. إذا إذ رعت وزارة الدفاع النشاطات الصيفية للطلاب بنين وبنات
في أكاديمية أسباير. نعم، طبعا هذه الأنشطة توزعت بين الثقافية والتربوية أيضا والرياضية بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتشجيع النشأ على ممارسة الرياضة. خلونا نشوف إياكم المزيد من هذه التفاصيل في التقرير التالي. النشاط الصيفي فكرته ابتدت من سمو الأمير حفظه الله ورعاه، والبرنامج طبعا هو نشاط صيفي لاكتشاف المواهب. في الفترة الصيفية يبتدي عندنا البرنامج جميع المواهب، لاكتشاف جميع المواهب من كرة القدم أو السباحة أو الرماية أو الفروسية أو اليد أو التايكوندو. وطبعا عندنا ناس كشافة متخصصين للأمر هذا، بعد ما يكتشفون الطلبة نتبناهم ونتبنى مواهبهم ونستمر معهم في برامجهم التدريب. طالب عندنا يخير النشاط اللي هو يرغب فيه ونسجله فيه ونشوف مدى موهبته فيه، هل هو فيه تجاوب مع البرنامج أو ننقله إلى لعبة أخرى. يبتدي البرنامج الصيفي عندنا السنة هذه في 18/8 وينتهي في 5/9. أهداف اكتشاف المواهب تشجيع الطلبة إذن أعزائي المشاهدين نستمر وياكم في الرياضة، حيث نتوجه إلى الزميل علي المالكي عبر التلفون ونعرف منه المزيد عن المعلومات المختصة بالمشاركة القطرية في السباق قوس النصر والذي يتم برعاية نادي السباق والفروسية. يا مرحبا ومسهلا فيك يا علي. الله يرحب بك أخوي خالد، أرحب فيك وأرحب في أخوي حمد العيدة. يا مرحبا يا خالد، يا مرحبا. أرحب مشاهدينا طبعا كرام مشاهدين قناة الريان ومشاهدين طبعا فقرة الفروسية. نعم مرحبا علي، طبعا كلنا نعرف أن سباق قوس النصر سباق تحت رعاية نادي السباق والفروسية وسباق ضخم جدا، فيا ريت تحدث مشاهدينا ومستمعينا عن سباق قوس النصر. أكيد طبعا أخوي حمد، سباق قوس النصر طبعا اصبح سباق طبعا عالمي، يعني طبعا والمشاركه فيه طبعا الواحد يفتخر انه يشارك فيه، يعني ان كان مشاهده ولا ان كان مشارك باحد طبعا الجياد يعني اللي عنده. طبعا بمشاركه 106 من الجياد في 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 طبعا منطقه لونشول الفرنسيه. طبعا انطلقت بالعاصمه الفرنسيه باريس الحمله الاعلانيه لسباق قطر لجائزة قوس النصر، واللي سيقام طبعا في 6 أكتوبر من العام الجاري إن شاء الله بإذن الله. طبعا هذه النسخة طبعا ستقام في هذه العام النسخة 92 من مهرجان قوس النصر طبعا اللي راح يقام طبعا بفرنسا. طبعا من 60,000 متفرج من داخل ميدان السباق، طبعا راح يكون طبعا السنة اللي طاف طبعا عرفوا ان العدد يعني يمكن فاق 60,000. اخوي حمد يمكن انت متابع للسباق السنه اللي طافت، يعني اكثر من 60,000 متفرج بس داخل ميدان السباق طبعا او ميدان السباق. واكثر من 2 مليون طبعا عبر شاشات التلفاز طبعا. ومن ابرز طبعا المشاركه طبعا من الجياد القطرية نتكلم عنها طبعا بلانتور ملك سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني. اللي حصل طبعا على المركز الثالث مثل ما نذكر في كأس دبي العالمي. علي طبعا نوجه لمشاهدينا او نحب نبلغهم ان الاسبوعين اللي طافوا كان اللي هو اسطبلات او الشق بريسنج اللي هي تابعة للشيخ جوعان بن حمد كانت حققت انتصارات في الأسابيع اللي طافت مثل مشوش
و دا سيلفا والله قد ناسي اسمها. بالنسبه اخوي حمد، نعم. بالنسبه حق سعاده الشيخ جوعان، نعم. بن حمد بيض الله وجهه، احنا ما نقول اسابيع اللي طافت، نقول الاشهر اللي طافت، نعم. وايضا طبعا هناك طبعا جياد ان شاء الله بالمستقبل راح ان شاء الله تبشر بالخير ان شاء الله. وحمد ما راح يقصر ان شاء الله، دائما يعني مفرحنا يعني في المشاركات الخارجيه، والحمد لله. طبعا احنا نقول انتهى الموسم، بس الحمد لله رب العالمين الشيخ حمد بن جوعان ما نهى الموسم داخل قطر، لكن كان له طبعا انتصاراته في فرنسا وايضا في بريطانيا، طبعا انتصارات مشهوره له ان شاء الله. طبعا احنا نستكمل طبعا الجياد المشاركه القطريه في هذا السباق، سباق قوس النصر، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. طبعا من ضمنهم احنا قلنا بلانتور ملك سعه الشيخ جوعان بن حمد الثاني، وايضا يلو اند جرين وفير نايس نيم، طبعا ملك سمو الشيخ عبد الله بن خليفه، نعم. وايضا هناك طبعا جياد مثل فلوتيل ملك سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني، نعم. مستشار الامير. طبعا هناك جياد لحد الان طبعا الصوره مش واضحه قدامنا، ومش موجودين طبعا اللسته، او مش موجوده اللسته الاخيره للمشاركه طبعا للجياد القطريه، نعم. نتمنى احنا طبعا المشاركه الفعاله للجياد القطريه في هذا السباق، وراح نكون ان شاء الله في الايام الجايه متابعين لهذا السباق العالمي. نتمنى التوفيق للجياد القطريه بالفوز والحصول على المراكز الاولى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اخونا علي المالكي، شكرا على هذه المعلومات، وما قصرت. طبعا كان معنا على الهاتف زميلنا علي المالكي، وحدثنا عن مشاركة الجيادة القطرية في سباق قوس النصر، والذي تحت رعاية نادي السباق والفروسية. طبعا نعم. كلنا نعرف أخو خالد، نعم. أن من أعرق وأقوى السباقات على مستوى العالم اللي هو سباق قوس النصر. الله يوفق الجيادة القطرية في المشاركات الخارجية. إذن وفي سياق آخر، أداب وأخلاقيات الحوار بكلمنا عنها السيد حسين حبيب، ولكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا مجددا راح نعرض لكم ما كانت رصدته كاميرا الريان عن عمل هيئة الأشغال العامة على إجراء عمليات توسعة وتعديل على طريق 22 فبراير. نعم، وذلك بهدف تفادي الاختناقات المرورية وزيادة القدرة الاستيعابية له. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي. بناء على توصية لجنة الاختناقات المرورية، شرعت هيئة الأشغال العامة مؤخرا في إجراء تعديلات على بعض مداخل ومخارج طريق الدوحة السريع الذي يعرف ب 22 فبراير، وتهدف التعديلات إلى إعادة تنظيم هذه المداخل لإزالة أي اختناقات مرورية، ووضع الحلول اللازمة لها، وزيادة القدرة الاستيعابية لهذا الطريق. وتشمل الأعمال توسعة المسارات بالقرب من إشارات مجلس الشورى ومن جهة جسر الريان، وكذلك من جهة الجسر باتجاه منطقة السد، وتنشط حركة التوسعة والتعديلات لإنجازها بأسرع وقت ممكن. وتتضمن خطط عملية إعادة تنظيم وتعديل طريق 22 فبراير تقسيم الطريق إلى ثلاثة أجزاء، الأول من تقاطع مدماك إلى تقاطع السودان، ومن تقاطع السودان إلى مسجد عمر بن الخطاب، ومن مسجد عمر بن الخطاب إلى اللاندمارك. ويعد طريق 22 فبراير من أهم مشاريع شبكة الطرق، إذ إنه يربط الكثير من المناطق ببعضها البعض، من شمال الدوحة إلى جنوبها عن طريق التقاطعات والجسور المشيدة فيه، ومن أهمها جسر العسير والجوازات وتقاطع الريان، كما يعد أطول طريق في قلب العاصمة. وللحين ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر، وهو موضوع اللي هو الحوار، نعم. وهو أعلى المهارات الاجتماعية قيمة، ويعتبر أساسا لنجاح العلاقات بين الأب وابنه،
وبين الزوج مع زوجته والصديق بصديقه، وفي الإجمال بين أي شخص وآخر. يا أخي حمد عجبتني المقدمة، شو رأيك؟ والله جد نكمل عقب من خيرها إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، لتسليط الضوء أكثر على هذا النوع من التواصل الفعال بين البشر، نستضيف وياكم في الاستديو مدرب التنمية البشرية حسين حبيب السيد، اللي بيحدثنا أكثر عن أداب وأخلاقيات التحاور. يا مرحبا ومسهلا فيك أستاذ حسين. طبعا هذه المرة الأولى اللي ألتقي معك فيها، ودائما أسمع عنك أخبار طيبة إن شاء الله على الهواء. مباشرة الحمد لله قد قابلته في كذا مرة، حواراتنا يمكن مرتين وهي إن شاء الله. حمد محظوظ، حظي طيب الحمد لله، حظك الصخر إن شاء الله. الله يحييك. بداية أستاذ حسين، حدثنا عن اللي هو أداب الحوار. أداب الحوار جيد. خلونا أول شيء مع بعض نفهم إيش يعني حوار. حوار عادة يصير بين طرفين أو أكثر لوصول لمناقشة رأي أو مناقشة موضوع أو مناقشة فكرة، وصول إلى غالبا إلى رأي معين. قد يتفقون أو هدف أو نتيجة. أو نتيجة. هو الهدف الأسمى لأي حوار يدخلون وصول إلى الحق. أو وصول إلى الحقيقة، أو وصول إلى من عنده الرأي الأسوأ. أحيانا كثير من أفكارنا في الحياة ما مش مطلقة، بمعنى أنه هو رأي عند واحد والآخرين صحيح. مخطئين لا. تظل الأمور في كثير من الأحيان يمكن 90% من الأشياء أنا نسبية. فإذا قد يكون هو وصول الحقيقة هذا أحد الأشياء. أمر آخر قد يكون أن احنا نفهم بعض، ما وصلنا لشيء بس فهمنا بعض. والله حمد فكرته كذا، خالد فكرة كذا، حسين فكرته كذا، نوصل للأفضل للأفضل أو نفهم بعض. أحيانا قد ما نوصل لشيء، ولكن هي بداية لعلاقة طيبة صحيح. أو نقاشات أخرى أو حوارات أخرى. وهذا اللي يخلي الواحد دائما في حواره مبتسم هادي مستبشر، لأنه مو بيجي أنا أتهاوش وأنتصر لفكرتي، لا لا، بوجه نظري غصب أيوة وأفرض رأيي إن على اعتبار هو الصحيح. قد يكون رأيي صحيح، إمام الشافعي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ قد يحتمل الصواب. أيوة فأدخل بهذه العقلية. فإذا خلنا قلنا إيش أداب الحوار؟ أول شيء إني ما أدخل بعقلية إني أنا الصواب والناس آخرين خطأ. خطأ. نعم. فبدخل أنا في جدال، بتحول الحوار إلى جدال أو مناظرة. نعم. مو حديثنا اليوم. كل مناظرة لها طرق مختلف. نعم. عن أداب التحاور أو الحوار. نعم. نعم. إن أنا والله رأيي صح، ولكن لربما الشباب عندهم جزء من الصح. نعم. وبالتالي أنا عقلي مفتوح إني أتقبل آراء. صحيح. وهذا يخليني أنا مرتاح، ما أكون متشنج. نعم. ما أكون متعصب. ما أحمل ألفاظ يعني يا أخي أنت ما تفهم يا أخي، فيصير الموضوع بدل ما تناقش في أفكار كإهانة. أيوة في جدليات لا نصل. إذا أول شيء عقلي مفتوح، شيء ثاني أنا أقول عندي جزء من الصواب، يمكن آخرين عندهم أيضا جزء من الصواب. شيء ثالث ما يصير عندي أنا تعصب أعمى لفكرتي. نعم صحيح. مهما شفت يعني جابوا لي الأدلة والبراهين إن جو إنهم هم صح، لا 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 يا جماعة أنتم قاعد تلفون وتدورون. فيظل لأن أنا عندي تعصب أعمى. شيء ثالث، حوار مفترض يكون مبني على أدلة وبراهين. يعني شيء شفناه، شيء قرأناه، أرقام مرت علينا. أما يقول والله يا أخي أنا أحس كذي، إحساسي يقول كذي، أعتقد الناس يقولون، من أي ناس هذيلا؟ فيظل الموضوع يعني عائم ضبابي، مو واضح، ما نصل لشيء. أحيانا أيضا محتاجين في الموضوع هذا إن في النهاية نبي نوصل إحنا للحق وليس للانتصار. ما بدي أنا أفوز في المعركة، مو هي معركة أساس عشان واحد يفوز فيها. أيضا مفتاح أساسي أي واحد يسأل عن موضوع الحوار يقول لك تكون جيد في الإصغاء. أيوة منصت جيد. منصت جيد. هذه بعض الأداة في موضوع الحوار. إذا دائما نتطرقنا وياك على منصوص أو مبدأ منصت جيد. أتوقع ستيفن كوفي تحدث في إحدى كتبه أو العادات السبع عن طريقة صحيح. العصا اللي هي أكيد قريتها يعني. نعم. العصا واللي أهدت له من قبل الهنود اللي الحمر اللي كانوا صحيح. موجودين. فما رأيك في قضية الإنصات والاستماع؟ وقد يقول القائل مثل ما قال بيت الشعر، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حدث القضاء، ولا تزع بنازلة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. نعم صحيح. فيمكن حد يتبجح برأي أو يكون يستند لرأي ويطمس من رأي الآخرين. إذن احنا لو نرجع المبدأ هو مناقشة فكرة صحيح؟ نعم صحيح. فأنا إذا ما استمعت الآخر شلون أقدر ناقشه؟ نعم. ستيفن كوفي في كتابه عادة السبع في العادة الخامسة يقول، تخيلوا يا جماعة على مستوى العالم أكثر الناس، ستيفن كوفي كاتب أمريكي كاتب. من أفضل من كتب في مجال التنمية الشخصية. نعم. هو يكتب للسياسات دول أيضا. إيه نعم. عنده مؤسسات قائمة وكذا.
فألف كتاب اسمه عادات السبع لأكثر الناس فعالية على مستوى العالم. نعم. سوى بحث مطول عالمي. نعم. شاف الناس الناجحين، خذ أفضل الأشياء المشتركة بينهم. فطلعت عنده من الأشياء سبع عادات يعني معتمدة عنده. عادة الخامسة يقول لك، يقول حاول أن تفهم أولا ليسهل فهمك. نعم. يعني افهم الناس عشان يفهمونك. فيقول، يقول في شيء احنا نسميه استماع، اللي هو كذي قاعد، ايوه شو تقول، نعم وانا مشغول يسكتك. نعم. اي بس يمشيك، يمشي. هو جاب مبدا اسمه الاستماع العاطفي، يعني مو بتسمع باذنك، لا قلبك، عيونك، جوارحك كلها، جوارحك كلها. يا اخي سبحانه، افضل من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه الى الناس بجسده. نعم. فيقبل على الناس، يعني مو هو مهمل، لا هو مستمع كمان، تمام الاستماع، عفوا، حتى لو كان الكلام ما له معنى. صحيح. يوم جاءوا كفار قريش. نعم. يا رسول الله، يا محمد، اذا اردت ملكا ملكناك، اذا اردت زوجه زوج، يعني. نعم. كل هالاغراءات التافهه. نعم. فبعد ويتكلم ويتكلم ويتكلم، ما صار اسمه مقاطع، ما قال لي اخي كلامك سخيف، كلامك ما له معنى، انا رسول. نعم. بعد ما خلص كله قال افارقت يا ابا الوليد، يعني خلاص كله، خلاص كلامك. نعم. كله ما عندك شيء اضافي؟ قال فرق. قال فاسمع، استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تماماً، سمع. فستيفن كوفي وغير حط شوية قواعد في موضوع شلون نستمع بطريقة جيدة. نعم. أول شيء يقول عندك رغبة في الاستماع، يعني عندك نية أنك تسمع. رايح تسمع، رايح تسمع. نعم. أنت مو برايح ترد. نعم. الرد يكون تالي. شيء ثاني ركز على الرسالة، إيش بيقول؟ أحياناً مو كلنا قادرين نقول كلام بطريقة مرتبة. صحيح. واحد اثنين ثلاث A B C، لا لا لا. نعم. قد يكون كلامنا عائم. هو طبيعة الناس، يعني مو كل الناس قادرة انها تتكلم بطريقة منظمة، مو كل الناس. نعم. مختصين في هذا المجال. فيا اخي ركز ايش يبي يقول، ممكن انا الخص، ممكن اكتب كلمتين وراء. نعم. عشان يكون حوار مرتب، ممكن يلفت انتباهك لشيء انت ناسيه. صحيح صحيح صحيح. نعم. زين، ايضا من الاشياء الاضافية افهم النقاط الرئيسية. نعم. هو يتكلم، عفوا قصدك شذي؟ هذا اللي تقصده؟ تأكد على المعلومة، تأكيد على المعلومة. نعم. قد تفهم منها مقاطعة. نعم، هو يا اخي قد تفهم مقاطعة إذا كان فقط أنا قاطع بقوة، ولكن ممكن أكد على نقطة لو سمحت لي، يعني هي موضوع استخدام اللغة الصحيحة. نعم. في الحوار، ونبرة الصوت جدا. أيضاً. إيه يا حمد، في فرق، عفواً حمد، يعني. نعم. تفرق شوية. نعم. في الموضوع. نعم. الآن، وكل ما كان واحد مبتسم، يعني صراحة أتذكر دكتور محمد قطبة رحمه الله. نعم. واحد من الناشطين كان في بريطانيا. نعم. دكتور الإنجليزية كان يدعو للناس. فخلي أنا حضرت لكم حوار، فكان يقول أخي الكريم، أستاذي الفاضل، هو يتحاور. فشيء راقي، يعني الشخص الآخر حتى لو ما كان يحبه يحترمه. صحيح. إذن موضوع استخدام الألفاظ، تأكيد هو إيش بيقول، أنا ممكن أتأكد منه. بعد ذلك افهم وجهة نظره، يعني هو الكلام اللي يقوله من وين جايبه. صحيح. يعني عنده خلفيات مثلاً. نعم. عنده دوافع، يا أخي يمكن هذا الكلام اللي قاعد يقوله مبني على حياة عاشها. نعم. دراسة درسها، فيا أخي الكلام يحتاج إني أنا أفهم دوافعه. صحيح. وآخر شيء بعد ما استمع أنتقد هذا الكلام، أو أوجه له، أقول له وجهة نظري. صحيح. وجهة نظري، سواء كانت سلبية أو إيجابية. أو إيجابية. صحيح. نعم. صحيح. وأيضا يعني أستاذ حسين، ساعات لما أنت تستمع للشخص نفسه تقلل من معدل العدائية اللي موجودة فيه أيضا، وقد يكون هذا إحنا نسميه في علم النفس الثيرابيوتيك ألاينس، أن أنت هذا نوع من أنواع العلاج، فيمكن نص العلاج أنت أعطيته إياه لأن أنت استمعت له، وهذا يمكن يكون موجود أيضا في المشاكل الزوجية، فما رأيك في هالكلام؟ كل واحد يكون متشدد لراية ومتمسك فيه، فأنت شو اللي تنصح حق المشاكل الزوجية؟ زوجي. نعم. يقولون ناس، أنا لسه متخصص في أمور الزوجية، ولكن معظم الناس المتخصصين في أمور الزوجية يقولون 90% من الحل الحوار والاستماع. الاستماع فقط. نعم. يعني هم الحوار بشكل ايجابي. نعم. مو بني مثلا يتحاور الشخص مع زوجته وهو يشد معها في الكلام، يتشد. صحيح. لازم واحد فيهم يرخي اذا الثاني شد. نعم. نعم. احيانا كثيره الاثنين ما قاعد يسمعون حق بعض. صحيح. هم يتكلمون ولكن هم يتكلمون مع بعض. صحيح. وفي نفس الوقت ويقاطعون بعض. نعم. اي حوار هذا؟ نعم. يوم يجيبهم، يجي الاستشاري، شو يسوي الاستشاري؟ تفضل. يكلم الرجل، قول، ويسجل النقاط. نعم. اللي عنده. تفضلي زوجة تكلم، وتسجل النقاط اللي عندها. نعم. فبالتالي شو يسوي هو؟ يبحث. ترى الأمر موضوع بسيط، عندهم 15 نقطة مختلفين فيها. أو 15 نقطة للنقاش. صحيح. هم مختلفين في نقطتين أو ثلاث. في 12 نقطة ما فيها أي مشكلة. نعم. يبدأ يحاول يوصل لحلول وسط في النقطتين أو الثلاث، وبالتالي يحل. نعم. المشكلة. نعم. في الأول وفي الأخير الكل
يأمل أنه يوصل لتقريب وجهات النظر الصحيح، والبعد عن الجدل السفسطائي اللي هو الجدل لمجرد الجدل. من هو؟ الجدل السفسطائي. هذاك شنو؟ احنا في الحوار انت الجدل السفسطائي. لا هو نفسه، هو نفسه الجدل. الجدل لمجرد الجدل. نعم. جدل لمجرد الجدل. كان هذول في ناس شغالين كذي. الكلام اللي ما منه داعي. ايوه. والله انت اختصرت فيها. والله هذاك الجدل السفسطائي. تعوزنا انت، خليني دائما اقول لك هو شو. زين، استاذ حسين، لو نبغي نعرف من هو المحاور الناجح، من يكون او وين يتلخص تحديدا؟ صحيح. محاور الناجح الشخص اللي يعني عنده مجموعه من الصفات في قضيه معينه، مو مشر قضايا. يمكن انا مثلا ما افهم في رياضه السيارات، صحيح، فمهما كنت انا بارع في موضوع الحوار لن يجدي نفعا. ما تفهم في شيء هذه، فاول شيء احنا نقول خلينا يكون عنده علم في المجال اللي بتناقش فيه. انا يا اخي متخصص تنميه بشريه، تجي تقول لي والله في موضوع السيارات ما اقدر افيدكم فيه. واحد. شيء ثاني، محتاجين نبدأ بالأمور المشتركة. إذا إحنا بنتناقش في موضوع معين، يمكن قد في 10 نقاط، نبدأ بالأشياء المشتركة. أوكي، متفقين في أول خمس نقاط؟ نعم. إذا الحوار تلخص في 5 نقاط فقط. زي يعني أنا راح أجاوبكم في ال5 نقاط، الباقي لا. إحنا متفقين. مش تخصص أي. نعم. أو إحنا متفقين. لا عفواً، أنا قصدي في الأولى يكون عندي علم. نعم. فاهم في المجال. الشيء الثاني، يوم نتناقش أنا وخالد ممكن عندنا 7 نقاط نتناقش فيها. نعم. خالد، إحنا متفقين في الأولى، متفقين في الثانية، متفقين في الثالثة، فبالتالي نوصل إن والله عندنا نقطتين فقط محتاجة أصلاً حوار. صحيح. وبالتالي ما نحتاج بدأ ما يتشعب. شيء ثالث، خلينا نبدأ بالأهم. نعم. يعني إحنا نبي نسافر الحين، إحنا في نقاشنا بنسافر. أهم شيء شنو في الموضوع؟ الميزانية مثلاً. الميزانية تكلفة على من؟ على الزوجة طبعاً بالكامل ولا على الزوج بالكامل؟ هو يقول حن، مو بأنت. لا أنا أضرب لك على سبيل المثال، قطنا أغزي. إحنا بنروح نسافر مع بعض، والله أهم شيء وين بنروح؟ نعم. التفاصيل، متى، مين محجز، مين مسوي، هذه قد تأتي تالي. فخلنا نبدأ بالأشياء الأساسيات الكبيرة، اللي هو أول شيء نحدد السفرة، عقب وين السفر. نعم. عقب كم المدة، عقب ندخل في تفاصيل بعدين. مين بيحجز ومين يحجز سيارة. صحيح. طيارة، إذا كان طيارة درجة أولى ولا بزنس ولا. صحيح. اللي هي التفاصيل الأخرى. ودك تسافر، خلونا نتفق على الأساسيات بعدين نجي. أقول لكم إني توني جاي أنا من بريطانيا، فمشتاق على هالموضوع. توك جاي، ليش ما قعدت؟ دوام عندنا. الله يسلمك. الله يوفقك إن شاء الله. يا جماعة، صراحة يعني أحيانا كثيرة عدم وجود حوار يخلي إحنا نظن الناس هذول سيئين، وإحنا نظن إن إحنا يصير كأنه في عدائية، وبالتالي مو موجودة. أو ناس سلبيين، ما يتحاورون، ما يتناقشون. أنا أعطيك مثال. أحيانا تقعد في مكان معين، مكان انتظار، أنت جالس واللي معك جالس، فأنت إذا ما في بيننا حوار، فيقول هاي شي يبي، هاي شي طالع، هاي شي يسوي، سبحان الله تجينا أفكار مو طيبة على اتجاه الشخص. صحيح. الآخر. مجرد ما يبدأ أبسط حوار يتحول الموضوع إلى موضوع ودي، موضوع أخوي، حتى لو ما تعرفه، لو جنسية مختلفة، لغة مختلفة وكذا، بس بجد الحوار هذا يفتح آفاق بيننا. صحيح. نفهم بعض، كأنه هو مفتاح لكي نفهم الآخر. نعم. بس في شغلة أنا ملاحظها في، طبعاً إحنا نشوفها من خلال الأفلام أو وسائل الإعلام الثانية، عند الأجانب اللي هو لما تحاول تتكلم معهم، لا هذا إنسان غريب، لا تتحاول معه ولا تفتح معه. إيه. بعكس هالشيء موجود عندنا إحنا كمسلمين وكعرب، لا، في اللي هو الحوار، تتكلم من وين ووين رايح ولا وين جاي. عند الأجانب ما أعتقد إن الشيء ده موجود عندهم. يعني في اختلافات. إيه، في اختلاف. إيه، في اختلافات. ممكن أخالفكم. نعم. الرأي شوي. تفضل. خلنا أقول لكم، أنا يعني هذه الفكرة قد تكون موجودة لأن إحنا يمكن ما احتكينا معهم كثيراً. نعم. يعني أنا كنت في. هذا اللي وصلنا من خلال الأفلام اللي حنشوفها. صحيح. صحيح. لأن هاي رسالة. شو الفيلم من في أي بلد أو في أي أو أي ثقافة يعكس ثقافة الناس اللي فيها. صح. هذا اللي إحنا خذناه من ثقافة الأفلام. إنهم. وليس دائماً. وليس دائماً. قد تضخم. نعم. قد تبسط. قد تهول. يعني يا أخي قبل ما أجي بيومين قاعد في قطار إحداي واحد. هو لا اعرفه لين قاعد، قال لي وين تنزل؟ قلت له والله يا اخي بنزل على محطه المطار. قال لي خلنا بنزل المحطه اللي قبلها. زين، وابي اريح شوي، ممكن توقظني؟ هذا شخص اجنبي، شخص. صحيح. اوروبي، فتح. نعم. معي الحوار باي بكل هدوء. نعم. فاحيانا هذه الافلام او هذه الميديا ما تكون دقيقه. صحيح. ما تكون صحيحه. نعم. فكره اخرى، احيانا نظن انه والله الغرب يعادينا. نعم. ها نعمم. صحيح. واحنا نظن انه والله هذا الغرب يعني فاسق وفاجر. نعم. او يعني يعطي بعض الصفات. أنا قعدت في أسرة 6 شهور والله لم أجد منهم إلا كل خير. نعم. عندهم بعض الأشياء اللي عندهم. فهذه زيارة تعمت، رحت لهم زيارة يوم واحد فقط. والله استقبلوني استقبال. نعم. مميز، جابوا كيك وما أدري شنو، احتفلوا. نعم. يا أخي أحيانا هذا الحوار. صحيح. يزيل كثير من. نعم. سوء الفهم.
يمكن هذه تكون ثقافة شعوب أيضا. يعني إحنا نقول في أفراد الله أعطاهم ملكات أنهم متحدثين، هم إذا في علم الناس إذا يصنفونهم الإكستروفيرتد، الناس اللي مفتوحين على الآخرين، الإنتروفيرتد الناس المنغلقين يا حبيب اللي هم عندهم إشكالية في التواصل مع خارجي يعني يحب التواصل، الناس المنغلقين. لكن أنا ودي أقول نوصل رسالة جميلة للمشاهد، طيب شلون إحنا نزيد ملكتنا في الحوار؟ أول شيء نبغي نعرف أنه هو هذا الحوار مفتاح لفهم الآخر. نعم. أنا ما أقدر أفهم واحد، هذا الشخص الإجزامي مثل الصندوق المسكر، ما أقدر أفهمه إلا إذا تحاورت. صحيح. شو اسمه في فيلسوف العالمي اللي قال تحدث لأراك. صحيح. هاي دائما يقولها واحد من الشباب، دائما معجب في المقولة. والله دي. أنا معجب فيها. يا سقراط. نعم. اللي هو قال تحدث لأراك. نعم. يعني اسمه منصور ألف كتاب كامل. تكلم حتى أراك. تكلم حتى أراك. سقراط قال تحدث لي أراك. نعم. ألف كتاب كامل وجمع مجموعة من القصص والحوارات. نعم. يعني إذا إحنا ما فتحنا هذا. صحيح. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه يقول. رضي الله عنه. يقول أرى الشخص فأعجب به. نعم. فإذا تكلم سقط من عيني. ليش؟ شكله ومهندم ومرتب ولكن كلامه أحيانا ما يكون له معنى. صحيح. إمام أبي حنيفة كان جالس في أحد الدروس العلم. نعم. فجاء واحد مهيب يعني شخصة كذي وكذا وهذا. فأبي حنيفة كان ما دد رجوله فسحب رجله احترام احترام لهذا الشخص يعني فجاء وسأل سؤال ليس ذو معنى فماذا قال أبو حنيفة؟ أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي يعني أن هذا الشخص عندما تكلم عندما بدأ هذا الحوار أدرك أن هذا الشخص يعني ليس ذو مكانة ليس ذو قيمة يعني ليس ذو عقل واعي طيب الرد ونقول مرة ثانية نبي نعطي ثلاث خصائص أو أربع خصائص للمشاهد إنه والله لو أنت اتبعت الطريقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إن أنت بتحقق حوار ناجح فأكيد في أساسيات معينة لابد أنها تتوفر في أي محاور ناجح إحنا ما نبي أيضا المحاورين ولكن على الحياة العامة نعم. أول شيء يا أخي أبسط مبدأ نحترم بعض في أي حوار لازم تحترم وتظهر هذا الاحترام باستخدامك للألفاظ وتعابير وجهك تعابير جسدك يعني عفوا إذا قعدت أنا رفعت رجلي عليه وقعدت طريق كذا هذا واحد شيء ثاني محتاج أنا أعرفه إنه ما أنا ما جهز يقولون بعضهم سيف الرد وهو يتكلم أها بسكتك في هذه برد عليك في هذه أنت ما قاعد تستمع أنت ما قاعد تحاور شو تسوي تجهز ردود مو بهذا الحوار النبي شيء ثالث ليش حوارات تتعالى فيها الأصوات ليش تصير فيها أنت وأنا ليش ما تكون هادية أوروبا عاشت سنوات تعاني من موضوع الحروب سنوات حرب العالمية الأولى في أوروبا حرب العالمية الثانية في أوروبا أدركوا أخيرا أن هذه ما تحل الموضوع فسووا شنو سووا سوق مشتركة أول شيء وحدوا السوق بعدين سووا الاتحاد الأوروبي زين بعدين سووا البرلمان الأوروبي فكل مشاكلهم يتكلمون فيها وين؟ في هذا المكان. في هذا المكان. مثل موضوع اليونان والأزمة كيف حلوها؟ هل حلوها بالحوار ولا بالحار؟ صحيح. حلوها بالحوار. طبعًا إحنا أستاذ حسين موجود عندنا ترى فن الحوار صحيح. وطريقة الحوار وآداب الحوار في ديننا الإسلامي. صحيح. حتى في عاداتنا وفي عاداتنا وتقاليدنا لكن وجودك معنا بعد الاستديو على أساس تبين للناس أكثر وتوضح لهم. أداب الحوار، الفن الحوار، طريقة الحوار، لكن نبغي نسألك عن الأسرة الوحدة، مثلا الأب وعياله وبناته وزوجته، مرات يكون فيه جفوة في الكلام. صحيح. فإيش سلبيات إن فيه جفوة بين الأب وواحد من عياله أو واحدة من بناته؟ إيش سلبيات أبسط شيء هذا الولد إيش بيسوي؟ إذا ما عرف يتواصل في أسرته مع أبوه أو مع أمه أو مع أخوه الكبير أو مع من يحبه في البيت بيبحث عن شخص آخر يتحاور معه قد يكون هذا الشخص شخص فيزيكال يعني شخص موجود أو عندنا الحين وسائل جديدة في التواصل ممكن يفتح في الفيسبوك يفتح مع أشخاص يفتح مع على تويتر يفتح مع أشخاص آخرين وهذا أخطر ما يكون من هذا الشخص صحيح. هو حد قد هل هو أحن من أبوه أمه؟ لا إذا ما وجد هو هذا التواصل الداخلي في الأسرة سيجده خارجه فإذا يا جماعة موضوع التحاور داخل الأسرة هذا مهم جدا مهما اختلفنا في النهاية احنا أسرة فمحتاجين نتواصل فإذا لم يجد هذا التحاور الداخلي سيفتح محاور أخرى وبيكون الشخص الآخر قدوة له قد يكون إنسان سلبي قد يكون إنسان قد يكون إنسان سيء أو منحرف أو إنسان يعني طامة كبرى موجودة هو قدر
يعني وصل لها بطريقه نعم خطأ. احنا نعم. يعني مستمتعين جدا معك استاذ حسين في الحوار، ولكن يعني يبدو ان دهمنا الوقت. اسئلتي واسئله حمد كانت يعني اكثر من كثيره، لكن والله كنا مستمتعين معك. لا يسعنا الا نشكرك على حضورك معنا اليوم الاستاذ حسين حبيب السيد مدرب التنمية البشرية. نتمنى لك المزيد من التوفيق، ومن جدال إلى جدال إلى حوار أفضل إن شاء الله. الله إن شاء الله. شكرا بالله. شكرا يعطيك العافية وما قصرت أنت، وحياك الله معنا في استديو ترحيب. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي ترحيب، وننوه مشاهدينا ومستمعينا إلى أن برنامج الدوحة راح يعرض الليلة الساعة 10 المساء ومنافسات هل الصملة. نلتقيكم إن شاء الله تعالى غدا في حلقة جديدة من ترحيب، ولأي اقتراحات أو استفسارات يرجى التواصل مع فريق عمل ترحيب على البريد الإلكتروني ترحيب @ريان.tv. في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة.